معاكم كيم هاجر في الفيديو ده، هنعمل مع بعض ديكور بمناسبة شهر رمضان الكريم. كل سنة وانتم طيبين جميعا، يا رب الفيديو ده يعجبكم، والفيديوهات اللي انا هصورها عشان افكار لرمضان يعني تعجبكم كمان. وان شاء الله الطريقة بتاعت الديكور ده سهلة جدا، وادواته بتهيألي متوفرة في كل بيت يعني. واقول لكم كمان ايه ممكن تستخدموا ايه بديل عن الحاجات اللي انا ممكن استخدمها في الفيديو ده. فيلا بينا نشوف الطريقة بتاعتي. مبدئيا كده اول حاجة هنستخدمها هي الكرتون، الاستيك الخشب، وكمان هنستخدم قلم رصاص ومسطرة ومقص، وكمان مسدس الشمع هنستخدمه، او الشمع هنستخدم يعني هنلزقه بالشمع. وكمان هحتاج، هو هنا انا مصورتوش، بس هنحتاج عودين خشب من اللي هم بتوع الاكل، اللي هم تقريبا اسمه بتوع الشيش طاووق، هنحتاجهم كمان. وانا جبت لوحة لونها سويد عشان اغلف فيها الجزء اللي بره. ماشي، جبت 4 قطع مقاسهم 10 في 10، وهبتدي ان انا الزقهم في بعض. طب ليه انا لزقتهم في بعض؟ ده عشان يبقى سمكه تخين، وكمان يبقى فيه ارتفاع للقاعدة اللي انا اعمل عليها الديكور بتاعي. وبعد كده هجيب الاستيك الخشب وكمان الاعواد بتاعت الشيش طاووق، او الاعواد اللي انتوا شايفينها قدامكم دي اللي هي بتاعت الاكل، هجيبها كمان واقيس تقريبا بتاع 20 سنتي ارتفاع يعني، وهقص على نفس ال20 سنتي او 15 سنتي ده. ماشي، على حسب انتوا عايزين الارتفاع بتاع الديكور بتاعنا قد ايه. انا حبيت ان هو تقريبا يكون هو في حدود ال15 ل20 بتاعي يعني. طب الاستيك الخشب ده ممكن ابدله بايه؟ ممكن ابدله بكرتونه. انا الاستيك الخشب ده انا هستخدمه انه بس اعمل حرف يكون ناشف حوالين القاعده بتاعتي، فممكن تستبدلوه عادي بكرتونه. كمان عواد الخشب دي ممكن تستخدموها، اللي هي عواد الاكل دي ممكن تستخدموا بدلها ايه؟ عارفين أنبوبة القلم، اللي هي لما القلم بيخلص الشفاطة اللي جوه أو الأنبوبة اللي جوه، تقدروا برضو تستخدموها بديل للفكرة دي. يعني ما تقولوش مش يعني ما عندناش الحاجة دي، أو مش عندنا الحاجات دي، لا بتهيألي يعني متاح عندكم الحاجات دي. هبتدي إن أنا ألزق بقى عود الخشب بتاعي، وأحاول إن أنا أسويه الأربعة يكونوا بنفس الارتفاع وفي نفس المستوى. كده هجيب ورق اللوحة بتاعي الأسود، وهبتدي إن أنا يعني أفرغ من كل الجوانب، من جوانب الديكور بتاعي على شكل نجمة، هلال، الشكل اللي انتوا تحبوه فرغوه، بس يكون شكل كده مدلي السين بتاع رمضان. فأنا حبيت إن أنا أعمل نجمة، وياريتني ما عملت الهلال والله، يعني عشان الهلال شكله كان طالع معايا غريب يعني. وأنا عندي بحكي لكم حاجة، بس أنا عندي مشكلة في النجمة، أنا مش بعرف أرسم نجمة، يعني أنا عندي مشكلة رهيبة، معرفش. أنا بعرف يعني نوعا ما بعرف أرسم، بس ما بعرفش أرسم نجمة خالص. بعرف أرسم النجمة اللي هي عارفين اللي كنا بنرسمها في ابتدائي دي، العادية هي دي كده. أنا مش بعرف أرسم نجوم خالص، مش بتظبط معايا حكاية النجوم دي. فعشان كده جبت ورقة وكنت طالعة عليها شكل نجمة عشان تبقى مظبوطة يعني على الديكور ده. الحمد لله يعني اتظبط. بصوا كده بعد ما فرغناها، وكمان هنفرغ بقية كل الجوانب عشان تبقى طالعة معانا بالشكل ده، عشان لما نحط وحدة الإضاءة جوه تبقى عاملة، لما تنور البتاع يعني من جوه تعمل شكل النجمة من بره. مش عارفه انتوا فاهمين انا قصدي ايه ولا. وبس بعد كده هبتدي ان انا اثبتها على
المجسم اللي انا عاملاه كله، هثبت الورقة على المجسم بتاعي كله بالشمع. تقدروا تستخدموا اي مادة بتلزق عندكم وتكون كويسة يا جماعة. عيد خالص. وكده بعد ما لزقتها هبتدي بقى ان انا اغطي كمان الجزء اللي جوه ده عشان ما يكونش باين. وجبت سلوتيب لونه ذهبي كده، وهبتدي ان انا الزق بيه، او واشي تيب لونه ذهبي، هبتدي ان انا الزق من الجناب كده بالواشي تيب عشان يدي شكل، يعني عشان انا حسيته ان هو ممل شوية، فكده ادى شكله وبقى احسن. استخدمت في اول حاجة، استخدمت كنت مستخدمة شمعية لمبوطة كده زي اللي انتوا شايفينها دي، بس اضاءتها ما كانتش قوية خالص، وكانت شكلها مش اللي هو، وما كانتش مطلعة الاشكال اللي انا عاملاها دي بره. فانا جربت الاضاءة دي وطلعت الاشكال بره، وكان شكلها تحفة جدا الصراحة. فاعتمدت على الاضاءة دي، والاضاءة دي هي عبارة عن سلوك كده، مش عارفة كنت شاريها منين، بتهيألي كنت شاريها من العتبة تقريبا. فبصوا شكلها تحفة 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 تحفة، يعني شارياها من شارع الورق يا جماعة، شارياها من شارع الورق، فجميلة جدا. بتهيألي انتوا لو رحتوا اصلا عند اي حد بيبيع اللي هي الكهرباء او الحاجات دي، بتهيألي ممكن يعملها لكم عادي او تبقى عنده اصلا. فطلعت شكلها خطير. ازيكم تحت في التعليقات تكتبولي اني اضاءة حبيتوها اكتر في الديكور ده، اضاءة الشمعة المنطوطة اللي هي لونها اصفر، ولا اضاءة اللي هو الاضاءة الملونة دي. بس كده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. حبيت ان انا اعمل لكم الفكرة تكون سهلة كده وسريعة تقدروا تعملوها. فلو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تحطولي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله في القناة. شكرا جدا 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 على تعليقاتكم الجميلة. شكرا جدا على تفاعلكم في الفيديو اللي فات. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. بس كده، باي.